طبعا الفئة الذهبية هذه نتائج عمل مع الزملاء في برنامج في السعودية، وهي تهدف إلى تحفيز الشركات أعضاء البرنامج في زيادة المحتوى المحلي في سلاسل إمداد المنتجاتهم المحلية، فنخلق نوع من التنافس وتمييز الشركات ذات المحتوى المحلي المرتفع. هذا يعني أن هذه الشركات تستخدم كوادر ومصادر محلية في منتجاتها محلية الصنع. بدأنا اليوم بالإطلاق البرنامج، ونهدف إن شاء الله مع الزملاء في برنامج صنع في السعودية لجذب كثير من الشركات لرفع نسبة المحتوى المحلي في سلاسل الإمداد لديهم. طيب إذا ما تحدثنا أيضا عن يمكن جانب التوطين، يعني هو مسألة مهمة ويدعم المحتوى المحلي أيضا التوطين ويعززه في هذا الجانب، كيف تحاولون أن تدعمون في هذا الجانب ربما مسألة تعزيز الفرص في هذا الاتجاه؟ وأيضا هل لديكم ربما تطورات أو لوائح جديدة تعزز الاستثمار والمحتوى المحلي في المملكة؟ طبعا تعزيز وتوطين الصناعة أحد الركائز الأساسية اللي يعني نعمل عليها من خلال العديد من الآليات، لعل أبرزها أسلوب التعاقد لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهو أحد الأساليب التعاقدية في المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تحديد بعض المنتجات التي لا يوجد لها قدرات محلية وإعطائها كفرصة للمستثمرين المحليين أو الأجانب لبناء قدرات محلية داخل المملكة مقابل التزام بالشراء الحكومي لعدد معين من السنوات. خلال الفترة الماضية وقعنا أكثر من 50 اتفاقية لتوطين منتجات، بعضها بدأت يعني التصنيع والإنتاج. هذه الاتفاقيات ستخلق أثر إجمالي للناتج المحلي يبلغ قرابة 45 مليار ريال سعودي، وتخلق وظائف أيضا بقيمة 9000 وظيفة. أيضا على الجانب الآخر، القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي أحد الأساليب اللي نعمل عليها بشكل حثيث لجذب المصنعين في توطين بعض المنتجات والاستفادة من إلزاميتهم بشرائها من المصانع المحلية من خلال نظام المشتريات والمنافسات الحكومية. طيب اليوم أيضا فيه، وهذا طبعا منتدى المحتوى المحلي هو عرسكم في الهيئة اليوم، وبالتالي يمكن من التفاصيل في هذا المنتدى إعلان أو توقيع عدة اتفاقيات، وسمعنا أيضا فيما يتعلق بصناعة السيارات ربما هنالك اتفاقيات، وفي المجال الصحي بشكل عام. فحدثنا ما أبرز ما سيكون في هذا اليوم من توقيع اتفاقية؟ طبعا فيه العديد من الاتفاقيات اللي بنوقعها، الغالبية الكبرى منها ضمن تعاقد توطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة، سواء قطاعات صحية وقطاع النقل زي ما تفضلت في السيارات البيك اب والSUV، وأيضا في بعض المنتجات مثل كراسي الملاعب اللي يكون عليها طلب كبير خلال الفترة القادمة. فهذا أحد أجزاء الاتفاقيات اللي بتوقع معها، بالإضافة لاتفاقيات شراكة مع شركائنا سواء من القطاع العام أو الخاص، نهدف من خلالها لتعزيز العمل نحو أجندة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات. أيضا المنتدى سيكون فيه إطلاق العدد من برامج المحتوى المحلي للعديد من الشركات، شركات كبرى وشركات صناعية ستطلق برامج للمحتوى المحلي ضمن إطار عمل هذه الشركة، وبالتالي سيعزز من مساهمة هذه الشركات في دعم الأجندة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي. سؤال أخير، اليوم نحن نتحدث عن المحتوى المحلي، الصناعة، يعني كيف سيمكن تعزيز ذلك من خلال العديد من المبادرات التي لديكم في هذا الاتجاه؟ والجانب الآخر، القطاع الخاص أيضا، كيف يمكن أن يستفيد من هذه المبادرات فيما يتعلق خاصة بالمشتري؟ طبعا القطاع الخاص هو عنصر أساسي لنجاحنا، الكثير من الفرص اللي نخرج فيها من الطلب الحكومي نستهدف فيها القطاع الخاص لتلبية الطلب وتعزيز قدراته محليا. الخمسين اتفاقية اللي وقعناها خلال الثلاث سنوات اللي فاتت هذه شاهد كبير على شراكة القطاع العام والخاص في توطين المنتجات. اليوم برضو راح نعرض بعض الفرص في جناح الهيئة لمنتجات مختلفة نستهدف توطينها. أيضا الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، سواء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، استراتيجية التوطين، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تعزز من خلق فرص كبيرة للقطاع الخاص لجذب القدرات والمعرفة من دول العالم إلى خلقها كصناعات وخدمات محلية داخل المملكة.